لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وطني الدواء الحكم الرابعة القريني طاقم تحكيم هاد المواجهة أمام تبعنا غوزلة أيان، واحدة من اللاعبات اللي عندهم إمكانيات مهمة، لعبة فريق توتنهام الإنجليزي لرينارد بيدروس كيعاون عليها بشكل كبير من اجل قياده هجوم ديال المنتخب الوطني المغربي. الكره في الجهه اليسرى، اول لمسه المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى لمرمى الحارسه مانجا المغربي. الزاويه بسرعه تبعد المحاوله، تمريره داخل المعترك، تدخل من الجهه اليمنى نبدات بنفس الطريقه، رفعت الكره ولكن بعيده. المنتخب الوطني المغربي إذا يتنفذ الشرط من طرف سامبا روتي، هناك خطأ، كان تدخل الأب. خطأت الكرة لتشاد نسرين، طبعا التقنية دون ارتكاب الخطأ في الوقت اللي كرة طويلة. كان بحث اللاعبة إيمان سعود. منتظر حضور اقوى المنتخبات الافريقيه في كاس امم افريقيا المقبله. تمريره خاطئه، حذر من هذه المحاوله، تدخل ممتاز، تدخل امام اللاعبه جاتا كاترين والحائريه البحث الراسيه، فرصه والهدف، الهدف الاول لفائده المنتخب الوطني المغربي. الهدف الاول اللي جاء من المغرب بعد حضور نيجيريا. فرصه اللاعبه غزلان على عين، تابعوا هذه المحاوله، تابعت الكره الراسيه ثم المتابعه، بالفعل هدف ياسمين مرابط لعيبه فريق ليفانتي الاسباني اللي تمكنت من وضع الكره في الشباك بعد ما كان لاحظوا هناك ارتباك للدفاع، وكذلك قويين نيجيريا وغانا. الولايات المتحدة الأمريكية لقب كالعادة لمنتخب ألمانيا، ثم 2007 حضور المرة الأخرى نيجيريا وغانا. ودول قلت بأن اللقاء الثاني أمام منتخب غانا سيكون محك قوي وحقيقي بالنسبة للاعيبة المنتخب المغربي وكذلك لرينالد بيدروس. قلت 2007 اللقب العادة لألمانيا بعد حضور نيجيريا. دي فرصة ممتازة وتدخل الحارسة مهمة بالنسبة للاعيبة المنتخب الوطني المغربي. تعود المحاولة لرزلة عيا من الجهة اليمنى، إمكانية التمرير، فرصة الهدف والهدف. كلها مباريات مهمة بالنسبة للاعيبة المنتخب الوطني المغربي. تعود المحاولة لرزلة عيا من الجهة اليمنى، إمكانية التمرير، فرصة الهدف والهدف. تتابعوا هذه المحاولة، رزلة أيان، عمل كبير من الجهة اليمنى، تمريرة وإيمان سعود في المكان المناسب، تضع الكرة في شباك حارسة مانجا ماتي. هدف سيزاي بينتو، تمريرة طويلة بحث على اللاعب رقم 10 هي جاتا كاترين. أنا جاتا كاترين لاعب عنده إمكانيات مهمة، تمريرة خروج الحارسة خديجة عرمشي في المكان المناسب، إبعاد الكرة، تبادل الفرصة بواسطة لاعبة صوفيا بوفتيني، تمريرة، فرصة الهدف والهدف الثالث. كان خطأ على مستوى إبعاد الكرة، صوفيا بوفتيني، تمريرة ممتازة نحو لاعبة رزلة عيان، تمكنت من وضع الكرة في الشباك بطريقة ممتازة. قوية وعنيفة ولكن فيها حضور بدني. تبعد الفرصة، بوفتيني لعبت كرة ممتازة من صوفيا بوفتيني، وتدخل مانكت اللي كما كان طرف الراية. تبعد من جديد هاد من توجه سدي اللاعبات في كرة خارج أرضية الملعب، بالفعل جاتا كادي كرة خارج أرضية الملعب في وقت كتب المحاولة لشكلة خطورة. المغرب ان يوقف على المؤهلات ديالو في الوقت، نتابعوا المحاوله، صوفيا بوفتيني هناك تسلل، هناك طأ، والحكمه جاني فاطمه الزهراء تعلن على نهايه الجوله الاولى بتقدم المنتخب الوطني المغربي للسيدات 3 أهداف مقابل لا شيء. افريقيا اجل الظهور بوجه مشرف، وبالمعنى ممكن ما كاينش هناك تغييرات مستوى التشكيله ديال المنتخب الكامبي.
غادي يكون عنده الهم الوحيد الان في هذه الجوله التقنيه. شاد نسرين على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي، هناك انطلاقه من الجهه اليمنى لفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. ساميه فكري دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه التمرير تمريره، ولكن كان فكري سوى الجهه اليمنى، لاحظوا التمريره طريقه ممتازه باش خدات الكره. هنا الانطلاقه، هنا الاختراق، دخول داخل منطقه الجزاء، حاولت ان توضع الكره امام رابط كاتي، تبدا المحاولة، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، تمريرة ممتازة، فرصة والهدف. نتمنوا أنه إن شاء الله النتائج تكون طيبة في نهائيات كأس أمم إفريقيا. نتابعوا التمريرة صراحة ممتازة وسلمى أمالي في المكان الرئيسي تضع الكرة في الشباك. مرة أخرى لغزلان شباب لعيبة الفريق الشيش الملكي، وهناك انسجام مغربي، تم تقصيرها من لاعبات، مشات كرة في الجهة اليمنى، سامية فكري، علاقة ممتازة، فرصة وإمكانية الدخول، سناء مسعودي، المراوغة، تدخل الحكم ضربة جزاء، ضربة جزاء واضحة، تدخل كان قوي أمام سيلتو، تابعوا من جديد، هنا الانطلاقة، التمريرة كانت ممتازة، كيشوف لك وضعية التسلل، الدخول داخل منطقة الجزاء، لاحظوا المراوغة، التدخل كان واضح، لاحظوا، أوه تدخل. إذا غزلان شباك تسعيد لتنفيذ هذه ضربة الجزاء. غزلان شباك والهدف. إذا هذه المواجهة، لاحظوا التسديدة مركزة في الجهة اليسرى لمرمى الحافترين، تسعيد لتنفيذ هذا الخطأ وهذه الكرة الثابتة لفائدة منتخب غامبيا الذي يحاول على الأقل لتسجيل هدف. إذن جاتا كاترين سعيد تنفيذ هذا الخطأ وهذا الكرة الثابتة. كاترين كتلعب الكرة مباشرة والهدف. تمرير جديد في هذا الهدف، كملت الكرة مباشرة. حاولت حسناوي المباراة لعبة نجات، هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. غزلان شباك ممتازة بدري، ثم غزلان شباك تمريرة كانت ذكية من الجهة اليسرى، فرصة الهدف والهدف. حاولت والإجابة كانت سريعة من سلمى أمامي التي توقع الهدف السادس لفائدة المنتخب الوطني المغربي. أما بالفعل فاطمة الزهراء الجاني تعلن على نهاية المباراة بفوز المنتخب الوطني المغربي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.